معلش يا دكتور طمنا، مات الحمد لله؟ ده الحمد لله هو تمام وبخير، طمنه. هي بس المشكلة ان هو جاله الصفرة وتعب جدا، فاضطرينا ندخله الحضانة. حضانة؟ ايوه فخر، انت لو تلاحظ السحاوي نموه ما اكتملش، فاكيد دخلوه الحضانة تاني. لا يا دكتور، احنا بنسألك عن السحاوي اللي هو الراجل اللي جه مخبوط وبينزف و... ايوه السحاوي. انا اسف حصل لبس، انا اقصد ام ابراهيم، اصل هي الست اللي كانت لسه بتولد حالا دلوقتي. يا سيدي ولا يهمك، قول لنا الحاله اخبارها ايه. لا تعبانه جدا ام ابراهيم يا جماعه، محتاجه تغذيه بجد. ام الله يرحمها كانت دايما تقول لي ما دام الست تولد من هنا يحطوا مكان العيل فرخه، اصلها تبقى نفسه. ايه النفسه دي؟ مرات الذئب؟ لا، النفسه اللي لسه والده. مرات الذئب اللي لسه والده؟ لا، مرات الانسان اللي لسه والده. يا دكتور احنا ما بنتكلمش على ام ابراهيم، احنا بنتكلم على السحاوي الراجل اللي دخل جوه. هو عامل ايه دلوقتي؟ السحاوي؟ ايوه الراجل اللي هو كانت فتله شعره تقيله شويه ده، صح؟ أيوة. كانت لون شعره ارجواني قالب على نحاسي حبتين، كان شعره مفلفل. هو حضرتك كنت بتدوقه جوه ولا ايه؟ لا لحم بطني والله من الصبح. في حد معاه اي حاجه اكلها يا جماعه؟ ممكن تنده لنا حد كبير نكلمه؟ ايه يا جماعه في ايه؟ خلاص خلصنا، طمنه الراجل كويس مفيش اي مشكله. هو في بس مشكله صغيره قوي. ايه؟ للاسف هو فقد دم كتير جدا، فقد شهيته، فقد هويته، فقد انتمائه. فقد انتمائه؟ لا احنا بنتكلم على السحاوي مش على عبد الله السعيد. ما انا بتكلم على السحاوي حضرتك. السحاوي ده فقد كل حاجه ممكن تتفقد، فقد موبايله، فقد محفظته، فقد مفاتيحه. المهمل. مهمل؟ بتتكلم عادل يا جماعه، مش دي مريله المجانين. استني بس يا ريتاش، حصل له ايه يا دكتور؟ يا فندم فقد ذاكرته، ذاكرته اتمسحت تماما. الحمد لله. استنوا بس قبل ما نفرح. يعني يا دكتور مستحيل يفتكر اي حاجه حصلت قبل كده؟ يا باشا بقول لك دماغه اتفرمطت. بص انا هسلمه لكم كده محاره وحلوق وانتوا تشطبوه بمزاجكم. الحمد لله. الحمد لله. يلا كابوس. لا كابوس يا سيدي. فرخه ام ابراهيم يا جماعه. حاضر. ما انا مش هجيب فراخ لكل الناس.